طبعا هذا الزيتون بعد ما تغسل وتعقم بجيب سكينة وبضربه ضربة بالسكينة هيك، وبحطه بمي وبخليه نهار كامل منقوع بالمي. طبعا فيكم ترصوه بالمدقة هيك، انا رح افضل هاي الطريقة هيك بتصير يطولوا اكتر. مي وملح خشن بحطهم على النار، مي غلت بشيلها وبخليها تبرد كليا. هاي بعد 24 ساعة بشيله من المي. بنقطع الليمون بهالطريقة، بنقطع الفلفل الأخضر وبنحطه فوق منهم، بنعبيهم بمرادبين، بحط عصير ليمون، بحط كركم، بحط مي الملح وشوية زيت زيتون على كل وش مربع، بتحط الشاشة عليها من فوق، بغلفه بنايلون من فوق وبغطيه بالمربى. وهيدا عنا المربى جاهز. هيدا الزيتون بيكون جاهز بعد شهر او 40 يوم. فيكن تشيلوه من المي او تصفوا المي كلها وتحطوا زيت زيتون، تنطرون شي اسبوع وترجعوا بتاكلوه. الف صحة يا رب.